من كتب الله عليه الشقاوة لا يؤمن، ومن كتب عليه الضلال لا يهتدي، ومن مسخ قلبه لا يرعوي. ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان: في آخر الزمان يمضي الاثنان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا، فماذا عن الثاني؟ هل يقول الحمد لله على السلامة ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا ويرجع إليه يمضي في معصيته؟ صلى الله السلامة والعافية. الأخوان، مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. كثير من الناس يقول أنه يفعل المعاصي وفلان يفعل المعاصي ولا عوقب، قد يكون معاقب بأعظم العقوبات في قلبه، ولا يرون أنهم مفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. الإنسان يفتن ويعاقب في قلبه، فتجد الإنسان قلبه ممسوخ وظاهره الاستقامة وهو لا يدري. وما كثير من التصرفات التي ترى من بعض المسلمين إلا لأنهم مسخت قلوبهم. تجد بعض الناس يفعل أشياء لو كان في عقله ورشده ما فعله، ومع ذلك هو معاقب في قلبه ولا يشعر. والعقوبة في القلب أعظم وأشد من عقوبة البدن.